بتاعتنا اليوم هي Programmable Logic Devices، الأجهزة المنطق القابلة للبرمجة. المخطط اللي أمامك يمثل General Structure of PLD، واللي هو يتكون من N Input Lines تدخل على N Buffer or Inverters، بعدها تدخل على AND Array أو AND Matrix، ومن ثم الـ Output لهذه الـ ANDs يدخل كانبوت على OR Arrays OR Matrix، ومن ثم الـ Output لهذه الـ ORs هو حيمثل الـ Output لهذه الدائرة المربوطة واللي أنت راح تبرمجها. بصورة عامة، الـ Programmable Logic Device PLD هو جهاز المنطق القابل للبرمجة، وهو عبارة عن دائرة متكاملة تحتوي على بوابات الـ AND أو الـ OR المربوطة بطريقة معينة، والتي يمكن تغييرها بطريقة ما عن طريق عملية البرمجة. يعني هسه هذا اللي أمامك من الممكن أنه نعتبره هو جهاز منطق قابل للبرمجة PLD، ونلاحظ هو حيكون ضمن IC، دائرة متكاملة تحتوي على مجموعة من البوابات الـ AND ومجموعة من البوابات الـ OR. البرمجة حصر على هذه البوابات لتوليد فاكشن معينة. يعني مثلا لنفرض انه عندك تريد توجد الماكسيمم والمينيمم بمجموعة من الانبوت، فانت حتبرمج هذه دوائر الاند والاورز لاجراء هذه العملية. بس قد تكون عندك مرة ثانية تريد تجري عملية الجمع بين مداخل الانبوت لاعطاء الاوتبوت، فبهذه الحالة حتكون البرمجة غير البرمجة السابقة لتوليد الفاكشن الجديدة، الاوتبوت الجديدة. إذن وظيفة الـ PLD، وظيفة الـ PLD هي غير ثابتة، ويمكن برمجتها لأداء وظائف مختلفة. يعني دائما كل ما تحتاج شيء وظيفة معينة، كل ما تحتاج إلى وظيفة معينة، أنت راح تبرمج الـ PLD لأداء هذه الوظيفة أو الفاكشن. بصورة عامة، الـ PLA اللي هي Programmable Logic Array، PLA Programmable Logic Array، هي مصفوفات المنطق القابلة للبرمجة. بصورة عامة، الدائرة المربوطة هذه اللي أمامك لا تستخدم جميع حدود المين تيرمز في كل مرة تقوم بها بعملية معينة. يعني مثلا أنت نتيجة التبسيط، يعني أنت هسه تريد مثلا مثال تريد تجري عملية معينة، حتجيب هذه الطريقة اللي حتجيب هذه الدالة اللي تريد تولدها، حتخليها بالتروث تيبل. من التروث تيبل حتوديها للكارنوف ماب، الكارنوف ماب حتطلع لك التبسيط، حتطلع لك برودكت تيرمز بلس برودكت تيرمز ثاني بلس برودكت تيرمز ثاني الى اخره. مو شرط انه انت تستخدم كل هذه الحدود اللي راح تظهر بكل مره تربط. يعني احتمال عندك حدود مشتركه، وماكو داعي انت تستخدم الحدود اللي ظهرت من كارنوف ماب أول أو كارنوف ماب ثاني مكررة. بهاي الحالة بمجرد أنه يصير عندك تكرار، تكنسل هذا التكرار وتسحبه من الموقع السابق. هذا اللي نقصد أنه ما تستخدم جميع حدود المين تيرمز بكل مرة تصنع بيها.
هذه الدائرة أيضا ما تحتوي على الدونت كير، بما معناه إذا احتوت الدونت كير، إذا احتوت الدونت كير وخاصة بدوائر البروم. دوائر البروم هي شنو؟ هي أيضا هي الأجهزة القابلة للبرمجة، من الممكن تبرمجها. بهذه الحالة، في حالة استخدامك ليش متأخر؟ علي ضياء، منو دخل هسه؟ علي ضياء مو؟ اي نعم دكتور. ايش متأخر؟ دكتور والله النت فصل يعني، اعتذر. اوكي، المحاضرة مهمة علي، كلش تمام مهمة، دكتور. والاساس اللي راح نستمر عليه تقريبا محاضرتين او ثلاثة. فالمفروض بالمحاضرات دائما باول محاضرة تكون رئيسية، لازم يصير بها دخول من البداية ان شاء الله دكتور. ان شاء الله. اذا بقى عندنا هسه انواع للاجهزه القابله للبرمجه، اللي هي اول نوع اللي نسميه بروم. هذه البروم ما لا تحتوي، يعني لا، اذا هذه البروم اذا احتوت على الدونت كير، بهذه الحاله هذا الدونت كير تصبح عناوين الادخال التي لن تحدث ابدا للدونت كير. يعني شنو؟ مثلا انت تتذكر بالمايكروبروسيسور عندك ميموري او عندك الها ادريس، عناوين جانبيه. فانت بوجود الدونت كير، بهذه الحاله انت هذه الادريس ما راح تمر بها نهائيا. واحنا مثل ما نعرف البروم هي دائره خزن ميموري، اوكي؟ فبهذه الحاله انت اذا تريد تقرا منها او تكتب عليها بروم، طبعا هذه بروجرامبل البي، يعني هذه من الممكن برمجتها. فانت بوجود انه الدونت كير يصبح هذا الادريس المعني هو عباره عن دونت كير. يعني مثلا لنفرض انت عندك ادريس فرضا 4 بتس، ذاكره 4 بتس، حيكون ادريس فروم 0000 تو 1111. فاذا انت عندك، خلينا نقول الرقم الاربعه اللي هو 0100 هو عباره عن دونت كير. اذا هذه الحاله قلت الميموري، هذا الرفع هذا الموقع، لان انت ما يصير تمر بموقع دونت كير ما معرف. ولنفرض رقم الثمانيه اللي هو 1000 هو ايضا دونت كير، ايضا بهذه الحاله هذا الموقع ما تمر به. احمد رزاق ليش متاخر؟ السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، ليش متأخر؟ سلام، صوت مشكلة. أوكي. إذا بهذه الحالة وبالنتيجة لن يتم استخدام جميع البيانات المتوفرة في البروم، بما معنى أنت إذا صارت عندك دونت كير ما راح تستخدم كل البيانات الموجودة بداخل هذه الذاكرة. وبهذه الحالة راح يصير عندك فقدان للأجهزة المتاحة، لأن أنت من يكون عندك فقدان بالذاكرة أنت ما تقدر أنه تغذي أجهزة أكثر. إذا كل ما يصير عندك، يعني كل ما يصير عندك الذاكرة على تقدر تغذي بها معلومات أعلى. فبهذه الحالة وجود الدونت كير حيكنسل من هذه الذاكرة، فبهذه الحالة حتكون فقدان للأجهزة المتاحة. إذا كانت الحالات اللي يكون بها عدد الدونت كير كبير، بهذه الحالة ما راح نلجأ للبروم، لأن البروم ما راح يفيدنا. إذا راح نلجأ إلى استخدام المنطق القابل للبرمجة اللي هو PLA Programmable Logic Array، راح نستخدم هذا لأن يكون أكثر اقتصادي من ناحية، وبالإضافة إلى أنه البروغرامبل لوجيك أري الـ PLA هو يشبه البروم من
حيث المفهوم يعني نفس يعني خلينا نقول نفس الكونسبت مالته. اوكي، بس مشكلته الوحيده انه ما يوفر فك كامل للمتغيرات، يعني ما يوفر full decoding of the variables. يعني تتذكر مثلا عندك encoder وعندك decoder، بنسوي عمليه encoder، رسلت المعلومات، انت بالريسيفر تريد تسوي لها decoder حتى ترجعها. مشكلته ما يولد فك كامل للمتغيرات، ولا يولد كل حدود المين تيربز كما في حاله الفروم. اذا هذه ميزته وهذه مساوئه. وبهذه الحاله اذا البي ال اي ما نقدر انه ما يرجع البيانات بصوره صحيحه، او ما يعني ما عنده امكانيه فك للمتغيرات كامل، بهذه الحاله حيستبدل البي ال اي، العفو يستبدل يعني مفكك التشفير للبي ال اي اللي هو الكودر بمجموعه من البوابات الاند، كل منها من الممكن نبرمجه لتوليد برودكت تيرمز لمتغيرات الادخال. يعني شنو؟ يعني بهذه الحاله حنبدل الديكودر مالته بمجموعه من الاند اريز لمتغيرات الانبوت، هذه متغيرات الانبوت. وبهذه الحاله البي ال اي حتحتوي على مجموعه من يعني بصوره عامه البي ال اي يحتوي مجموعه من بوابات الاند والاور، وكذلك على فيوزز بالانبوت بالمدخلات. هذا الفيوز من الممكن انه تبرمجه من الممكن انه تبرمجه حتى يخلي الانبوت موجود او يكنسل الانبوت، فكره الفيوز بالانبوت. اذا بهذه الحاله حيتولد عندنا ان من الانبوت مربوطه على ان بفر او انفرترز مع فيوز. هذا الفيوز وجوده او عدم وجوده حيكنسل الاند جيت المقابله له. يعني في حالة وجوده الاند جيت تكون موجودة، في حالة كنسلته الاند جيت المقابلة إلى تلغي. على هذا الأساس من الممكن أنه برمجة الاند جيتس أري اللي موجودة هنا عن طريق هذه الفيوزات، عن طريق توصيلها أو إلغاها، بحيث أن يتولد حيكون عندنا الان الانبوت داخل على الاري اند اري، وتولد وبدورها تدخل الاوتبوت لها يدخل على اور اري، والاوتبوت للاور اري حيولد الام اوتبوتس لهذه الدائره المتكامله. اذا البرودكت تيرمز الحدود المضروبه، يعني مثلا شو الحدود المضروبه؟ يعني عندك مثلا ثلاث متغيرات اي بي سي، عندي اي بي اذا داخلين بدائره اند هذا سمي بيناتهم ضروبه، هذا برودكت تيرمز. خلينا نقول بي سي ايضا برودكت تيرمز، اي بي سي ايضا برودكت تيرمز. اذا الاوتبوت لها لكل اند حيمثل هو البرودكت تيرمز. هذا البرودكت تيرمز حيدخل على الاور. اذا بهذه الحاله حيكون السم تيرمز يتكون من دائره الاور جيتس، او نسميه الاور ماتريكس، او نسميها الاور ماتريكس. اذا وجود الاور مع الاند ولدت لي سم اوف برودكت، سم of product. إذن وجود الصمامات على مداخل الانبوت
اللي هو على المداخل الانبوت هنا لكل بوابات الاند بهذه الحالة يجعل بوابات الاند كلها اكتف. ووجود الصمامات الفيوزز على الاوتبوت يجعل بوابات الاور كلها اكتف. اذا حتى نتعمق اكثر بالماده، هذا البروجرامبل لوجيك اري ايضا عندنا نوع اخر من عنده نسميه بروجرامبل اري لوجيك ديفايسز، بي اي ال، بروجرامبل اري لوجيك ديفايسز. ايضا عندنا نوع اخر نسميه كومبلكس بروجرامبل لوجيك ديفايس، سي بي ال دي. والنوع الاخير نسميه الفيلد بروجرامبل جيت اري، اف بي جي اي. هذه الانواع كلها تشابه من حيث المفهوم، تحتوي على الاند اري او تحتوي على الاور اري. شغلك انت وين يصير؟ يصير هنا هذا الجزء، البرمجة على هذا الجزء. برمجتك لهذا الجزء هو اللي حيولد الفكشن المطلوبة. من الممكن إعادة برمجتها؟ نعم، من الممكن إعادة برمجتها عن طريق تغيير الفيوزز المربوطة على الانبوت أو على الاوتبوت. اتكنسل بيناتهم، يتكنسل الانبوت أو الاوتبوت. وجوده يخلي الانبوت موجود أو الاوتبوت موجود. انتهت هذه الفكرة. إذا الأنواع البروجرامبل لوجيك ديفايسز تقسم إلى التالي: البروم واللي يكون بالاند اري فيكست، والاور اري من الممكن برمجتها بروجرامبل، الفيلد بروجرامبل لوجيك اري، الاند والاور بروجرامبل، بروجرامبل اري لوجيك، الاند بروجرامبل والاور فيكست، الاف بي جي اي، الاند اري بروجرامبل وهذه غير موجوده. البروجرامبل لوجيك اري، الاند اري فيكست والاور اري فيكست، يعني للفكشن الواحده هي ثابته، تبرمجها لفكشن واحده ثبتت. اوكي، بعدها تريد تبرمج لغير فكشن راح تغير. اوكي، هذا المقصود بكلمه الفيكست. تفضل مرتضى. دكتور شلون البرمجه ومعنى لشيء؟ مرتضى احنا بعدنا ما قايلين يا الله، هاي بس مقدمه هيك، يعني مجرد سوالف هسه نسولف. نعم دكتور. البرمجه هسه راح ناخذ برمجتها. هسه بعد ما بعد يعني ابدا باقي بالبلوك دايجرام، بس اريد اوصل لك انه فكره اكو انبوت وعندك بفر وعندك اور اري اند اري وبعدها اور اري بعدها عندك اوتبوت عن طريق الفيوزات راح تبرمج. بس شلون راح نبرمج بعدنا ما متكلمين عن هذا الشيء. شنو الانواع مالتها؟ سويت لك هسه جدول شنو الانواع مالتها. هسه شلون راح نمثلها وبعدها يلا ندخل برمجتها ستيب باي ستيب. نجي هنا الاور جيت. الاور جيت باو، الاور جيت بيفور بروجرامينج او افتر بروجرامينج. هسه الاور جيت المربوطه على الاوتبوت، الاند جيت مربوطه على الانبوت لتوليد سام اوف برودكت. اوكي، بهذه الحاله هذا الانبوت اللي هو فرضا 3 انبوتس ولنفرض انه اي بي سي، هذه الفيوزات، هذه الفيوزات اللي امامك، هذه الاور جيت. بالصوره الاعتياديه انت البي ال اي راح يجيك بالشكل التالي: ثلاثه انبوت على اور جيت، حتلاحظهم انه ثلاثتهم مربوطين واللي يولد لك الاوتبوت اي بلس بي بلس سي.
هذا المربوط بالفيوز. بصورة عامة احنا ما نرسم طريقة الربط عن طريق الفيوز. ليش؟ لان حيكون عندنا ثلاث مداخل والربط راح يصبح معقد، يعني تصبح الدائرة الهاردوير شكلها معقد، فحنلجأ الى شكل اخر يكافئ هذا الشكل او يعطي نفس المعنى، اللي هو شنو؟ هذه دائرة الاور راح نرمز للانبوت بخط واحد، او راح نرمز للقيم الانبوت او لمتغيرات الانبوت، راح نرمز لمتغيرات الانبوت بالرموز اي بي سي، اللي هي هذه اي بي سي. فاذا كانت الرموز المتغيرات الانبوت كلها مربوطه بهذه الحاله، حيكون الاي تخلي عليه ستار يعني فيوزد يعني مربوط، البي ايضا عليه ستار بما معنى البي ايضا مربوط والسي ايضا مربوط. فصار هذا التمثيل هو اوضح او اسهل بالهاردوير، يعني من اريد ارسم الدائره واريد انقلها للهاردوير هذا الرسم يكون عندي اوضح من هذه الدائره، من هذا الجيت تكون اوضح من هذا الجيت، لان هذا حيكون الانبوت ممثل بخط واحد. اذا لنفرض انه قبل البرمجه هذه شكل الجيتس المستلمه، بس انت اذا تريد تبرمجها لنفرض انت مو شرط انه تستخدم جميع مداخل الانبوت، ولنفرض تستخدم المدخل فقط الاي مع البي. اذا بهذه الحاله اذا كان الادخال فقط الاي مع البي بكنسلت السي، اكنسل السي من الغي الفيوز، الغي هنا راح يتولد الاوتبوت لهذا الجيت للاور جيت، حيتولد الاوتبوت اي بلس البي، هذا الاي بلس بي. قلنا هذا التمثيل اللي كافئه هو الشكل التالي، هذا يمثل خط الانبوت. هنا أنا صحيح عندنا احنا ثلاث مداخل للانبوت اللي هو الاي والبي والسي، بس تلاحظ انه فقط الاي والبي هم مربوطين، فبهذه الحاله اربط الاي واربط البي واخلي السي بهذا الشكل، واللي تعني غير مربوط، هذا السي غير مربوط هنا أنا. فيكون عندك الاوتبوت هو اي بلس البي. اذا هذه الاور جيت افتر بروجرامينج اعتمادا على الفكشن اللي انت تريدها، يعني هذه مو ثابته هذه القيمه. هذه القيمه انت الفكشن شنو اللي تريد تولدها؟ هذه راح يتولد بالاوتبوت. وهذه البيفور بروجرامينج. نفس الحاله لحاله الاند. الاند جيت بيفور بروجرامينج والاند جيت افتر بروجرامينج. هنا جميع مداخل الانبوت مربوطه عن طريق الفيوز فيتولد اي بي سي واللي يكافئ هذا الشكل. الانبوت ثلاثتهم مربوطين وهذا الاوتبوت. في حاله كنسلت احد المداخل عن طريق رفع الفيوز حيكون الاوتبوت اي بي واللي كافئ ايضا دول مربوطين. هذا المخطط ما عليكم به. اوكي بس احنا هذا شرحنا هذا كله. اذا هسه عندنا البلوك دايجرام اوف ا بي ال اي بروجرامبل لوجيك اراي، بروجرامبل لوجيك اراي. بصوره عامه احنا عندنا الانبوت يدخل على انبوت بفر، يدخل على الاند ماتريكس، بعدها يخرج الخارج منه يدخل على اور ماتريكس،
وبعدها انفيرت اور نون انفيرت ماتريكس، وبعدها قد يكون يحتوي او لا تحتوي على فليب فلوبس اند اوتبوت بفر. الاوتبوت بفر هنا أنا ضروري، بس الفليب فلوبس وجودها او عدم وجودها يعتمد، وبعدها يتولد الاوتبوت. اذا الانبوت بفر هذا يستخدم بالبي ال اي للحد من تحميل المصادر للمدخلات، يعني بهذه الحاله هذا هو الانبوت مالتي، هذا الاول جزء بالبرمجه. فمن اخلي هنا بفر حتى هذه الانبوتس لا تسحب تيار عالي وتحرق لي هذه الجيتاتس الموجوده. فهنا البفر حيصير وسط عازل بين الانبوت الفعلي او بين الانبوتس للاند ماتريكس، بينما الاوتبوت بفر اللي هو هذا هنا من خلاله حيتم زياده الكباسيتي للبروجرامبل لوجيك اري. يزيد الكباسيتي على الاوتبوت للدائره، يعني يتم زياده الكباسيتي للبي ال اي من خلال توفير الاوتبوت بفر عند الاخراج. او عاده ما يكون متوافق الاوتبوت بفر مع الجيتس اللي من العائله التي تي ال، ترانسستر ترانسستر لوجيكس فاميلي. الفيجر اللي خلي هذه هنا ناخذ هسه الانبوت وبعدين نرجع على الاوتبوت. نرجع على الانبوت بفر هذا طلاب اللي قلنا حيسوي عزل بين الانبوت مع الانبوت للاند ماتريسز. اوكي، هذا الانبوت كل انبوت حيدخل على بفر، كل انبوت انبوت من هنا حيدخل على بفر. هذا البفر يتم مرمز له بالشكل التالي، هذا الانبوت اي نوت، هذا البفر، وهذا الى تو اوتبوتس. الاوتبوت الاول هو الى نفس القيمه، والاوتبوت الثاني الى الانفرتر لهذه القيمه، يعني مقلوب القيمه. بما معنى هذا البفر من الممكن ان امثله بالنوت جيت بالشكل التالي. احنا اذا عرفنا انه هذه الاي نوت والخارج منها اي نوت داش، اذا هنا اكو هنا نوت جيت. اذا خليت الانبوت الاي نوت وخليت هنا النوت جيت، اذا اخذت الاوتبوت من عندها حصلت على الاي داش، هذا الاي نوت وهذا الاي داش. بينما اذا اريد ارجع احصل على نفس الانبوت، الاوتبوت هذا للنوت من هنا ايضا يربط بنوت جيت لهذا المخرج، يعني هنا اكو نوت ثانيه، يعني تنتبه اكو هنا نوت اولى بهالشكل مائله وبعدين نوت عموديه حتى يكمل على هذه. فان اذا هنا النوت الثانيه حتكون نوت بنوت تكنسل وحده الثانيه، فبهذه الحاله يرجع الانبوت نفسه، يرجع الاوتبوت هو نفس الانبوت. هاجر ليش متأخرة؟ هاجر نعم دكتور، آسفة ما عندي نت، كان فاصل هسه لا فعلت على الصيد. شكرا دكتور. إذا هذا افتهمنا الانبوت بفر، الاوتبوت بفر قلنا متوافق مع التي تي ال واللي يزيد الكباسيتي للبي ال اي. الشكل اللي امامك هذا يمثل الاوتبوت بفر بحاله التي تي ال. بقى الاوتبوت بفر هو بالشكل التالي اللي موجود هنا. الاوتبوت بفر لو تلاحظ
الوحيد بالدائرة يغذي enable output enable واللي يكون active low يعني active low يعني bubble عندك هنا أنا. إذن بال output حيكون البفر بالشكل التالي S0 S1 إلى Sn minus 1 وهذا الاوتبوت اف نوت اف 1 الى الاف ان ماينس 1 هذا الاوتبوت واللي هو نفسه هذا الاوتبوت هذا الاس نوت وهذا هو الاف نوت يعني هذا الجزء اللي دا نتكلم عليه بين الاس نوت وبين الاف نوت هذا البفر الاول وهذا البفر الثاني وهذا البفر الان ماينس 1 ذولا شو وقت يسمح بمرور هذه الإشارة إلى الأوتبوت يسمح لها فقط من يكون الكنترول عليه هو أكتيف لو إذن من يكون الأوتبوت إنيبل شو وقت يكون الأوتبوت إنيبل يعني من أنطي القيمة صفر هنا تنقلب تصبح واحد يسمح بمرور هذا الأوتبوت إلى الخارج يعني الاوتبوت للاور ماتريكس حيسمح له بالمرور الى الاوتبوت للدائره يعني يصبح الاوتبوت للاور ماتريكس هو الاوتبوت للدائره هذه الفكره الاوتبوت للاور ماتريكس حيصبح هو الاوتبوت للدائره ايش وقت بعد ان تنطي اوتبوت انيبل بالقيمه صفر اذا حيسمح له بالمرور بعد مجيء هذا الاوتبوت انيبل فيمر الاوتبوت للاور ماتريكس الى الخارج ويصبح اوتبوت الى الدائره في بعض الاحيان نحتاج الى انه دائره تحاول تمسك الاوتبوت تظل تحافظ عليه لفتره زمنيه اذا بهذه الحاله راح نخلي فليب فلوبس واللي فليب فلوب يجب ان يكون ما يغير القيمة مبدئياً ويحافظ على القيمة نفسها يعني يحافظها لفترة زمنية إذا فقط اللي يفيدنا بهذه الحالة هو الدي فليب فلوب أوكي اللي يحافظ على القيمة ما يغيرها يعني ما يحولها من الانبوت أو يعطي غير قيمة بالاوتبوت لا الصفر يبقى صفر والواحد يبقى واحد إذا حيكون بين الاوتبوت للأور ماتريكس وبين البفر المربوط على الاوتبوت حيربط الدي فليب فلوبس هذه الدي فلوبس حتسمح هذا الاوتبوت عن طريق البفر ويصبح خارج للدائره فقط بعد مجيء الكلوك بلس او مجيء الاوتبوت انيبل يعني الفكره شنو؟ انه انت عندك هذا حصلت اوتبوت هنا من الاور جيتس بمجيء الكلوك حينتقل الاوتبوت الى هذا الجزء او يبقى هنا مخزون بمجرد انه تعطي اوتبوت انيبل حيبقى الاوتبوت ظاهر ليش؟ لان الفليب فلوب حيبقى محافظ على حيبقى خازن هذا القيمه على الاوتبوت بما معنى انه الاوتبوت هذا راح يبقى ما لم يأتي كلوك بلس ثاني ويغير هذا الاوتبوت يعني اذا ما عندك كلوك بلس ثاني الاوتبوت هذا هنا ثابت والاوتبوت لهذه الدائره بعد اعطاء الاوتبوت انيبل راح يبقى يكون موجود على الاوتبوت في حاله انه اريد اسحب اوتبوت ثاني راح انطي كلوك ثاني حتى يمر عن طريق البفرز الى الاوتبوت بشرط وجود الاوتبوت انيبل بحاله الاكتف اللو هذه هي الفكره لوجود البفرز سؤال واضحه دكتور اوكي Implementation of combination logic circuit using PLA.
يعني شنو؟ تنفيذ الدائرة المنطقية المركبة. ليش بدنا نقول كومبينيشن؟ يعني هي قلنا عبارة عن OR gates plus AND gates، أو العفو هي عبارة عن AND gates plus OR gates، يعني جماعة وراء جماعة، مجموعة هي عبارة عن مجموعة من الأور مع الأند ماتريكس مع الأور ماتريكس، فيولد لنا sum of products بصورة عامة مثل الروم. الروم هي عبارة عن ذاكرة، فعندنا البروجرامبل لوجيك اراي كان بي ماسك بروجرامبل اور فيلد بروجرامبل. البي ال اي بي ال اي هذا يشابه الروم اللي من الممكن تسوي له ماسك بروجرامبل اور فيلد بروجرامبل، هذه او هذه المن للبي ال اي. النوع الاول يستخدم الماسك بروجرامبل بي ال اي، او العفو اذا باستخدام الماسك بروجرامبل بي ال اي، هنا يجب على المستخدم اللي هو انت ارسال جدول برنامج البي ال اي الى الشركه المصنعه، وبهذه الحالة راح تستخدم الشركة المصنعة هذا الجدول لإنتاج الـ PLA. اعتماداً على التصنيع اللي أنت صممته، اعتماداً على التصميم اللي أنت صممته، والذي يحتوي على شنو؟ على المسارات الداخلية المطلوبة بين مدخلات الـ Input ومخرجات الـ Output. يعني شنو؟ يعني انت هسه تريد تصمم باستخدام البي ال اي، عندنا نوعين، النوع الاول هو الماسك بروجرامبل، ايش راح اسوي؟ راح اقول لك انا اريد اصمم لي، اجيك انا مثلا دا على تعيين شخص اعتيادي، اجيك انت اليوم اجي لك اقول لك صمم لي دائره، اسوي لي عمليه معينه، عمليه منطقيه معينه، اوكي؟ بهذه الحاله انت راح تصمم، حتاخذ المعلومات من عندي، راح تخليها بالتروث تيبل، خليتها بالتروث تيبل، وديتها الكارنوف ماب، بسطت، طلعت المعادلات المبسطه المن للاوتبوت. يعني شنو؟ اخذت الانبوت وخليتها بالكارنوف ماب، وبعدها اعتمادا على الانبوت شنو الفكشن اللي انا اريد اولدها؟ حتخلي قيم الفكشن اللي تكون واحدات بالقيم اللي انا اريدها وصفاره بالقيم اللي ما اريدها، بعدها توديها الكارنوف ما بتبسط وتطلع المعادلات. هذه المعادلات انت وين تروح؟ تروح بها للشركه تقول لهم اني اريد تصمموا لي بي ال اي اعتمادا على المعادلات اللي انا حصلتها، فهم يصمموا لك البي ال اي. هذه شو نسميه؟ نسميه ماسك بروجرامبل بي ال اي. النوع الثاني اللي هو الفيلد بروجرامبل لوجيك اري او الاف بي ال اي، اف بي ال اي هذا النوع الثاني يمكن للمستخدم برمجه البي ال اي، الاف بي يمكن للمستخدم برمجه الاف بي ال اي، يعني فيلد بروجرامبل لوجيك اري. يعني شنو؟ يعني انت بعد ان بسطت بالكارنوف ماب هنا ما تحتاج تروح للشركه، لا، او ما تحتاج تروح للمصنع، راح تجيب الاوتبوت من الكارنوف ماب وتبرمجه انت بيدك. عن طريق شنو؟ عن طريق الفيوزات، اكنسل الفيوز يلغي الانبوت او يلغي الاوتبوت، وجود الفيوز يكون موجود الانبوت او الاوتبوت موجود. طلاب واضحه الفكره؟ شو الفرق بين النوعين؟ واضحه الاولى برمجه، الثانيه برمجه اليوزر. الاولى اليوزر اللي هو هذا بيلد بروجرامبل لوجيك اراي. خلينا نفتهم الطريقتين، خلينا نفتهم هذه الطريقه العفو الفيلد بروجرامبل لوجيك اراي عن طريق المثال التالي. هسه طلاب تركيز وياي كامل، حبدا اصمم. اوكي،
A conventional circuit is defined by the functions F1 summation min terms 3, 5, 7. F2 summation min terms 4, 5, 7. Implement the circuit with a PLA, programmable logic array, having 3 inputs, 3 product terms, and 2 outputs. يعني شنو؟ يعني قال لي برمج لي PLA يقوم بتنفيذ ال two functions اللي أمامك. يعني شنو؟ يعني برمج لي PLA ينطيني القيمة 1 للاف 1 بهذه المين تيرمز اللي أمامك 3 5 7، وانطيني أو برمج لي أيضا الاف 2 أيضا يكون يعطيني القيمة 1 بالمين تيرمز 4 5 7 بشرط. خلالي شرط بالتصميم، يعني مو تعال أخذ القيم وروح صمم بكيفك، لا، برمج لي برمجة تكون يعني أوبتيمال، أفضل ما موجود. أوكي، استخدم لي أقل ما يمكن من الكومبوننتس. إيش حددني؟ إيش يقول لي؟ يقول لي أريد 3 inputs أو أريد 3 product terms وأريد 2 output. حتى أصمم أبدأ بالتالي، نيجي على المعادلة F1 أو F2، نأخذ أعلى رقم بيها. شنو أعلى رقم؟ 7 دكتور. شلون أكتبه؟ باينري. 1 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
اذا من عرفنا انه اعلى رقم السبعه اللي هو يمثل بثلاث وحدات، اذا الانبوت عندي ثلاث متغيرات. اذا الانبوت ثلاث متغيرات، اذا الفرع الاول ما بيشكاليه. يعني هو شو يريد؟ هو يريد ثلاثه في ثلاثه في اثنين. Implement the circuit with a PLA having 3 by 3 by 2. That's it. هاي انت لازم تفهمها. ايش تفهم؟ 3 input، تفهم 3 product terms، تفهم 3 output. هذه الفقرة بعد ما تنذكر. اوكي؟ هذه الفقرة ما تنذكر. تنذكر لك 3 في 2 في 3 في 2. إذا جاوبنا افتهمنا أنه الانبوت هو ثلاثة 3 inputs، يعني عندي A B C. انتهت. لو تلاحظ أنه 2 outputs، الـ outputs أوكي 1 2 ما عندي إشكالية، الـ output ثابت ما عندي إشكالية. 2 outputs عندي، نلاحظ بس هذه الداخل اللي هي 3 products term. كخطوة أولى، لأن أنت عرفت الانبوتس هو 3 inputs، يعني عندك A B C، حتنقل هذا الانبوتس إلى التروث تيبل، فصار عندك 3 inputs A B C. احتمالية ال 3 inputs هي حتكون from 000 to 111، يعني نظام الباينري حيكون عندك من الصفر إلى السبعة. فانت راح تولد التروث تيبل لكل الاحتماليات الانبوت الممكنه، يعني 0 0 0 0 0 1 الى 1 1 1. ولدنا بهذه الحاله التروث تيبل. مثل ما عرفنا الانبوت هو F1 and F2 العفو، الاوتبوت هو F1 and F2. فبهذه الحاله الأفوان اللحظة يأشر القيمة 1 بالرقم 3 و5 و7. إذا أجي هنا بالثلاثة الأفوان أشر 1، بالخمسة
أفوان أيضا الشر واحد، وبالسبعة الأفوان أيضا الشر واحد. إذا أخلي واحد واحد واحد، البقية كلها أخليها أصفار. اللي بعدها الأفتو حتكون قيمتها واحد بالمين تيرمز 4 5 7. إذا عندي بالفور الاف 2 يكون قيمته واحد، والفايف ايضا يكون قيمته واحد، والنمبر 7 الاوتبوت يكون ايضا قيمته واحد، والبقيه كلها اصفار. اذا بهذه الحاله ولدت التروث تيبل لهذه التو فانكشنز. هسه راح انقلها الى الكاردوف ماب لغرض التبسيط. يفضل انه من تنقلها للكاردوف ماب تحاول على نفس تحاول انه تبقى على نفس الترتيب، نفس السيكونس فور فاريبلز، فور انبوت فاريبلز. بما معنى من الانبوت فاريبلز اقراها اي بي سي، هنا نحاول لا تغير، ابقى اي بي سي. ترى هذا التغيير سببت لكم مشكلة بالامتحان النهائي، معظمكم قالبها مثلا هنا جايب سي وهنا مخلي اي بي. هذا القلب هذا الكارنوف ماب كله انقلب، فولد معادلات اغلبكم حصلوا على معادلات خطأ، فضاعت عندكم هواية اسئلة، ضاعت عندكم لان التصميم مالتك بمرحلة الديزاين بمرحلة التبسيط من الكارنوف ماب طلعت المعادلات خطأ، بما معنى الديزاين أيضا طلع خطأ. فأفضل طريقة أنه تحافظ على نفس الترتيب لمتغيرات الانبوت واللي هو A, B, C. إذا مثل ما عرفنا أنه الأفواني أشر واحد بالثلاثة أو بالخمسة أو بالسبعة. الثلاثة صفر واحد واحد هذا ثلاثة. الخمسة هو واحد صفر واحد هذا الخمسة. والسبعة هو واحد 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 هذا هو السبعة. خلينا الواحدات والبقية كلها أصفار. اللي بعدها قلنا بالأربعة أو بالخمسة وبالسبعة. فالأربعة هو واحد بصفرين هذا الأربعة. الخمسة واحد صفر واحد هذا، والسبعة واحد 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 هذا. صارت عندي هذه اللي أمامك، هذا كاردوف ماب. صراحة أجي أبسط. هذا مع هذا يتوسط، وهذا مع هذا، هنا يبقى بي سي، وهنا يبقى من هنا الاي، ومن هنا يبقى السي. اذا صار عندك اي سي. اذا الافوان هو عباره عن اي سي زائد البي سي. سم اوف برودكتس، سم اوف برودكتس. اللي بعدها هذا حيتبسط، هذول ثلاثتهم ما يصير تبسيطهم، حبسط هذا الجزء مع هذا الجزء. فالتبسيط من الجزء الأول يولد لي A B داش حيبقى هنا، والتبسيط من الجزء الثاني حيولد لي ال A C لأن ال B حيلغي. لو نرجع للسؤال نلاحظ السؤال قال لي صمم لي ب 2 inputs و 3 product terms product terms 3 and 2 output. أنا ما عندي إشكالية هسه هنا، أنا ما عندي إشكالية، هذا 2 inputs 3 inputs وهذا 2 outputs. بس المشكلة وين صارت؟ صارت حددني أنه 3 product terms. هنا الـ product terms هذا product terms الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع. ظهر عندك 4 products term. إذا بهذه الحالة لازم تلتزم بالتصميم. تجري العملية التالية إنهم تقارن بين الترمز هذه أكو تشابه أو لا. الـ AC دكتور. الـ AC دكتور. نلاحظ إنه الـ AC هو term مكرر.
إذا بهذه الحالة ماكو داعي إنه أستخدم للأي سي الثانية الموجودة بالإف 2 أند جيت ثانية لتوليده. ليش؟ لأن هو أوردي مولد بالإف 1، مولد بالإنبوت للإف 1. فبهذه الحالة ما راح أحتاج توليده بالجزء الثاني، فراح أكنسله وراح أسحبه من الجزء الإنبوت الأول اللي داخل على الإف 1. فحيكون عندي بهذه الحالة AC plus BC plus هذه الـ F1 والـ F2 AB داش، هذا مكرر لهذا الجزء. سجال المشكلة. فهسه الفكرة شنو الفكرة؟ الفكرة انه لازم التزم بالموجود. حتى التزم بالموجود كطريقة مبدئية انه اقارن، اكو تشابه كنسل التشابه، تكنسل التشابه قد ثلاث حدود اوكي. كل الشروط هسه بهذه اللحظة تحققت لهذا الربط، اذا هسه راح انقلها لمن؟ للبروجرامبل لوجيك اراي، بروجرامبل بروجرام تيبل. Programmable Logic Array PLA Program Table. راح أحول لـ Truth Table، راح أحول لـ Truth Table إلى الـ Program Table. فإحنا ظهرت عندنا هنا كم تيرمز؟ ظهرت عندنا 1 2 3، إذا 3 تيرمات. إذا عندي الـ Product Terms 1 2 3، هذا الـ Product Terms. كم انبوت عندنا؟ عندنا ايضا الانبوت 3، هذا الانبوت 3 اي بي سي. كم اوتبوت عندنا؟ 2، هذا الاوتبوت 2. يعني شو صار؟ صار عندي 3 في 3 في 2، وهو المطلوب اللي يريده بالسؤال. الترم الاول، الترم الاول اللي هو هذا اي سي، اذا الاي حيكون قيمته 1 والسي يكون قيمته 1 والبي غير موجود، مو دونت كير، البي غير موجود. الترم اللي بعده بي سي، اذا فقط البي والسي موجودين والاي غير موجود. الترم الاخير هو اي بي داش، اذا الاي والبي داش يعني قيمته صفر هنا، فصارت اي بي داش والسي غير موجود. الاف 1 تتولد من الترم الاول مع الثاني، اذا 1 بـ1 للترم الاول والثاني، والاخير غير موجود. بينما الاف 2 تتولد من الترم الاول، الترم الأول الأي سي مع الترم الثالث. إذا تتولد من الأي سي هذا الترم الأول، هذا 1 وهذا الترم الثالث، هذا 1. بهذه الحالة النتيجة النهائية ولدت الـ PLA Program Table. إذا كان التوليد عندك مأخوذ من الوحدات تعتبر التوليد هو true، يعني تعتبر الاوتبوت اللي يتولد عندك لحالة true، يعني لحالة الواحد. بينما إذا كان التوليد لحالة الصفر حتعتبر تكتب هنا C، يعني نايكون كتابتك لو تي لو سي. فإذا كان عندك لحالة الواحد تكتب تي ترو، في حالة من الصفر ولدت حتكتب هنا سي، يعني انت ولدت من حالة الكومبلمنت، لأن يعني السي هو الكومبلمنت للواحد. أوكي، بما معنى انت ولدت لحالة الكومبلمنت مو لحالة الواحد، الحالة الفعلية. فصار عندي هنا كي بكي، ذول اثنين هم كي كي.
حتى اجي اربط الدائره. دكتور من وياه؟ دكتور ممكن بس تعيد الشرح اللي خاص بالاوسط، ما فهمته كلش. اللي هو شنو؟ انه يعني شلون حددت الواحدات؟ يعني هذه لو هذه؟ اي هو هذه. هذا؟ اي الاف 1 متى يتولد؟ من هذا اي سي بلس بي سي. الاي سي هذا الترم الاول، اي سي هذا الترم الاول، اي سي. فالاف 1 واحد. الترم الثاني هو بي سي. هذا البي سي. فهذا الترم الثاني، اذا هذا واحد. الترم الثالث ما موجود بالاف 1. ما موجود بالاف 1، اذا غير مربوط. الاف 2 مرتضى نجاوب بالبدايه السؤال الاول، نكمل الجواب السؤال وبعدين ننتقل لغير سؤال. الاف 2 هي الاي داش بي زائد الاي سي، الاي داش بي هذا الترم الثالث، اي داش العفو الاي بي داش، الاي بي داش هذا الترم الثالث، اذا ياشر الاف 2 قيمته واحد. بعد يا ترم يشترك وياه، يشترك وياه الترم الاول اللي هو الاي سي، اذا هذا قيمته واحد. بعد هذا الترم غير مربوط، اذا هذا الترم موجود. اذا صارت عندك دولة واحدين فقط، لان ترمين، وهذا الترم مع هذا الترم بالاف 2، هذا الترم مع هذا الترم. هنا أنا هذا الاوتبوت كتبنا ترو لان اخذت الاوتبوت من الواحد، وإذا أخذ الأوتبوت من الصفر أكتب هنا أنا حرف السي، يعني أخذته من حالة الكومبلمنت. واضح؟ واضح دكتور، شكرا. مرتضى شنو سؤالك؟ دكتور على السي قصدي بالكارنف ماب، بدل أسوي كارنف ماب على الصفر مو على الواحد وأكتب سي. نعم 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 نعم. طلع هسه صار عندنا. احنا سابقا بصف الثاني الانبوت تخلي ثلاث متغيرات عندك، اي اي داش بي بي داش سي سي داش، تخليه بهذا الشكل هذا اللي موجود امامك، هذا الانبوت. ومن هذا يكون عندك الادخال من هذا الجزء. هنا لا، هنا عندك بفر، والبفر هو اللي يولد الاي اي داش، يولد بي بي داش، يولد سي سي داش. البفر هو المسؤول. اذا الاي حيدخل على البفر الاول، هذا حيولد نفس الاي، الجزء العلوي يولد الاي، والجزء السفلي يولد الاي داش. يعني ها مو هذا الانبوت، مو هذا الانبوت، هذا هو الانبوت. اوكي، هذا الاي وهذا الاي داش. يعني شنو؟ يعني هذا الواحد وهذا الصفر. يعني شنو؟ يعني انطي هنا واحد، انطي هنا واحد، صار هذا واحد وصار هذا صفر، انتهت. لو واحد لو صفر انتهت. البي ايضا هذا البي وهذا البي داش. فصار عندي دول الانبوت عن طريق هذا المتغير البي، وايضا المتغير السي يولد السي ويولد السي داش. هذا الانبوت كملنا الجزء الاول للانبوت. هسه عندنا الاند ماتريكس على البلوك دايجرام الاول. هسه عندنا جزء الاند ماتريكس، كم ترم عندي؟ 3 ترمز، 3 برودكت تيرم، العفو 3 برودكت تيرمز. اوكي، فعندي التيرمز الاول هو عباره عن اي سي، اذا اجي اربط هذا الفيوز الاي واربط هذا الفيوز الثاني اللي هو السي. التيرم اللي بعده اللي هو البي سي،
المن اربط؟ راح اربط البي وراح اربط السي. الترم الثالث اي بي داش حربط الاي وحربط البي داش. اذا كملنا من هذا الجزء من الاد ماتريكس. هسه لازم ننتقل الى الاور ماتريكس. الاور ماتريكس هتعتمد على الانبوت اللي تعتمد على البرودكت تيرمز هتتولد الاوتبوت. اذا الاي سي زائد البي سي يولد الاف 1. اذا هذه الان الاور ماتريكس الاي سي مع البي سي اربطهم يدخلون على الاور، والاي سي مع الاي بي داش اربطهم يدخلون على الاور الثانيه. اذا هذه الحاله ولدت لي تو سم تيرمز، صار عندي سام اوف برودكتس، صارت عندي المينيمم تيرمز سام اوف برودكتس. او مثل ما تتذكر انه مو كل الحدود للمين تيرمز راح استخدمها مثل ما ذكرت بالبدايه، فتلاحظ انه اكو هذا الحد هنا مو مستخدم وهذا الحد هنا مو مستخدم. الاوتبوت الاوتبوت للاور جيتس يا اما يخرج عن طريق بفر او تقدر تخرجه عن طريق فليب فلوب وبفر او تقدر تطيب مباشره للاوتبوت. فبهذه الحاله الاوتبوت للاور حيمثل هو نفس الاوتبوت للفكشن اف 1 واف 2. فصار عندنا هنا الاف 1 وهنا الاف 2، فصارت الاف 1 هي عباره عن اي سي بلس بي سي، والاف 2 هي عباره عن اي سي بلس اي بي داش. واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. دكتور بلا زحمه سؤال. لا هو اذا قبل لا تسالني سؤال يمكن انا اريد اسال، بس مو مشكله يلا اسال انت. تمام، هو مطينا من البدايه الشروط، قال ثلاثه انبوت واثنين اوتبوت واثنين برودكت تيرم. اذا احد الشروط ما تحققت نوقف يعني؟ نقول ما تكمل الدائره وهي الشيء. هذه يعني السؤال راح نجاوبه ان شاء الله في المحاضره القادمه، شو نسوي؟ تمام دكتور. شنو الاجراء اللي نتبعه حتى نحل هذه المشكله؟ تمام شكرا. من يعيد لي هذا المثال شويه على السريع؟ او المثال اللي بعده مو هذا، خلينا ناخذ مثال اوضحه وبعدين نناقش. الستريت هاو ا بي ال اي كان بي يوزد فور كومبيشنال لوجيك ديزاين وذ ريفرنس تو ذا فانكشنز. يعني بما معنى وضح لنا ابنينا كذا البي ال اي اللي يسوي لك عمل الدوار التاليه. الاف واحد كاتب لك هو اي بي سي، يعني بما معنى بها ثلاث متغيرات انبوت اللي هي اي بي سي. من كتب لك اي بي سي هنا أنا لازم تحافظ على هذه الرموز، ما يصير تفرض التغيير رموز. يعني لو كاتب هنا اني اكس واي زد بالشغل مالتك لازم تحافظ على نفس الرموز اكس واي زد، لان هو ده يفرض لك انه هذه متغيرات الانبوت. السم اوف من تيرمز 0 1 3 4 فور فانكشن اف 1 اند 1 2 3 4 5 فور فانكشن اف 2. Realize the sum assuming that a 3 by 4 by 2 PLA is available. يعني شنو؟ يعني ده يقول لك صمم لي هذه الدائرة يتفضل تفضل. منو أحمد رفع ايده؟ الدكتور بالغلط. اوكي. يعني شو ايش يقول لك صمم لي؟ صمم لي هذه الدائره، بس ايش يقول لك شنو؟ دا يقول لك يا اني عندي البي ال اي هذه مواصفاتها مواصفات 3 في 4 في 2. دا يقول لك صمم لي هاي الدائره، بس دا يقول لك انا اللي عندي المتوفر عندي هو 3 في 4 في 2. صمم لي على اللي عندي. فانت تيجي 3 في 4 في 2
اوكي، يعني شنو الثلاثه الاولى؟ انبوت الانبوت. الاربعه شنو؟ البرودكت. الاثنين الاوتبوت. الاوتبوت تجي نكتبها هنا أنا. تحافظ على نفس الترتيب اي بي سي، توزع ذول القيم خليهم هنا أنا. ونفس الحال توزع ذول القيم هنا أنا. تبسط بالكارنيوف ماب تطلع لك المعادله الاولى والمعادله الثانيه. كم حد طلع لي برودكت تيرم؟ برودكت تيرمز كم حد؟ 3 ب2 يعني 5. يعني 5 واحنا ايش قد نريد؟ 4. كمعالجه اوليه شو تسوي؟ اللي هو منو؟ اي داش اللي هو هذي. اوكي هذا ترفعه من هنا. تكتب ال product terms اللي عندك أربعة وتخليهم البقاء. أوكي الأول B داش C داش، إذا B والC صفارة. الثاني ال A داش C، إذا هذا ال A داش وهذا C. ال A B داش، هذا ال A وهذا ال B داش. وال A داش B، هذا ال A داش وهذا ال B. يعني كل داش هو صفر، او كل قيمه بدون داش هي واحد. المعادله الاولى تتولد من بي داش سي داش اي داش سي، تتولد من اول تو تيرمز. والمعادله الثانيه تتولد من الثري تيرمز الاخرى اللي هي ذولا. البقية غير موجودة، لأن أنت المعادلة أخذتها من الواحد حتخليها ترو. تيجي تربط نفس الربط السابق، الانبوت ثلاثة، الانبوت ثلاثة. أوكي تخلي الانبوت، تيجي تاخذ دول البرودكت تيرمز تولدهم عن طريق الاند جيتس. تحتاج أربع برودكت تيرمز، يعني تحتاج إلى أربع اند جيتس. بي داش سي داش، هذا البي داش وهذا السي داش، تربطهم وهكذا على البقيه تربطهم. تجي على الاوتبوت عن طريق الاور جيتس. الاوتبوت هو الاول والثاني يولد الاف 1، والثلاثه الاخيره يولدون الاف 2، وذولا ما مربوطين، ذولا ما مربوطين. وبهذه الحاله تولد عندك تو سم تيرمز اوف فور برودكت تيرمز، يعني تولد عندك sum of products. فصار عندك شنو؟ 3 4 2. واضح؟ واضح دكتور. واضح دكتور. بس سؤال شنو؟ سؤال دكتور. اي تفضلي. دكتور ليش ما سوينا التروث تيبل قبل الكي ماب؟ مو احنا بالمثال قبل سوينا. بسيط بسيط، ما نحتاج. تمام بسيط. بسيط، الأرقام واضحة، يعني الصفر مباشرة صفر، الواحد مباشرة ما يحتاج. تمام دكتور. يعني أنا مشكلتي وين؟ المشكلة وين حصير؟ المشكلة بتوليد هذه الأرقام للحفاظ عليها، والمشكلة الثانية حصير وين؟ بإيجاد القيم الصحيحة من الكارنوف ماب، والمشكلة الثالثة بالتصميم مالتكم اللي يحافظ على نفس القيم ويعطي التصميم صحيح. فهاي المشاكل اللي يمرون بها. التروث تيبل ما يحتاج، يعني شغله بسيطه، في حاله شغله بسيطه تروث تيبل ما تحتاجون له. طلاب هذا الموضوع ان شاء الله يكون ايضا سهل عليكم. اوكي واختاريته كالشيت الثاني للفصل الثاني، يعني يكون بدايه مالت الشيت الثاني للفصل الثاني بهذا الشيت. هذا الشيت سهل. اوكي فيصير عندك مجموعتين شيتين سهلات، وبعدها ننتقل الى شيت صعب. فحاولت انه ما اجيب لك الصعوبه بالبدايه حتى لا تتفاجئ تنصدم بالماده. سهل، تحب المادة تقوى بيها،
تلم لك ساعي زين، تفهم المادة تسيطر عليها، بعدها ننتقل للشيت الثالث اللي هو يكون ليفل يعني أصعب ليفل بكل الشيتات من بداية السنة لحد الآن. أوكي ننتقل بعدين نأخذه، بس كمادة دول الشيتين يعني مادة سهلة وحلوة، ومن السهولة أن تجيب بيها درجة كاملة. بس شنو لازم تكون متابع وياي، أوكي، وحاضر الامتحانات كلها ومسلم الكوزات، الكوزات كلها يعني حاضرة، ومسلم كل الهوموركات المطلوبة من عندكم. لهنا أنا طلاب حتى لا تكون المادة ثقيلة عليكم، أو حتى لا تتفاجئون بالبداية كمية معلومات عالية وضخ عالي للمعلومات وبعدين تنصدمون بهذا الشيت. أوكي خلي ستيب باي ستيب وأعطيك إياه بأسلوب سهل، أوكي، حتى تفتهموه. لهنا أنا راح أتوقف بالمادة حتى توصل المعلومات بسهولة وببطء لك تستلمها، بعدين نصعد بالتدريج ليفل يعني ستيب باي ستيب نصعد.